جيتم سألتوا. احنا قاعدين على العائلة. العائلة. تحياتي. مرحبا بكم في فارفول. مرحبا فارفول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالأخ العظيم في مدينة عفود عند الأخ عمري عبد الواحد بائع التمور في السوق المركزي في مدينة عفود. مرحبا بالأخ العظيم. هادو تمورة المجهول، تمر المجهول موية، هذا كذلك مجهول ولكن هذا مجهول غليظ عليه حجم كاليتي شوية. هذا قلتيه المويان، هذا المويان وهذا اللي فوق، وهذا الغليظ. كاين اخر، هذا بوفقوس، الفقوس اللي كيقولوا بوفقوس رقيق، هذا الرقيق. وهذا كذلك حتى هو بوفقوس او بوفقوس او الفقوس. لازم كل فقوس كاين اغلبيه كيقولوا الفقوس، انا كنقولوا له فقوس ولكن كل واش كيقول له حتى هذا الفقوس. هذا كاليتي على هذاك اللي وريناك دابا. ما يخص الاعشاب هذه، كل شيء كيتخدم بالتمر. هذه تحلات العصير ديال التمر، العصير ديال التمر، العصير ديال التمر اللي هو بيو طبيعي، ما فيهش شيء، ما فيهش شي حاجه اخرى من غير التمر. هو طبيعي 100%. هذه قهوه العظم بالتمر، قهوه مخدومه بالعظم ديال التمر، حتى هي حاجه طبيعيه ومزيانه بالنسبه للناس اللي فيهم السكر. هي حاجه مزيانه ليهم حيت هي طبيعيه وبيو 100%، ما فيها شي حاجه اخرى من غير العظم ديال التمر. الكافي كافي العظم ديال التمر، قهوة ديال العظم التمر. هادي أعشاب الشاي، أعشاب الشاي صحراوية اللي حتى كيطيب أتاي، أتاي حتى كيطيب أتاي، حتى كيطيب أتاي كيطيب أتاي فوق منه، بحال شكل ديال مردوش، بحال شكل ديال قامة، بحال شكل ديال قامة. هادي خلطة الشعر العيالات، هنا هو التمر، خلطة الشعر التمر، خلطة الشعر ديال خلطة ديال الحنة، بحال شكل ديال الحنة، وهي مخدومة حتى هي بالعظم ديال التمر. حيت هادشي كاع المنتوجات اللي ورينا لكم كلشي كيتخدم بالتمر والمشتقات ديالو، المشتقات ديال التمر، العظم ديال التمر، العظم ديال التمر، هادي العظم ديال التمر. كاينة هادي كذلك شريحة والتمر مع شوية اللوز مع شوية القرقع، حتى هي حاجة زوينة. هادو منتوجات محلية ديال مدينة عفود. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم عندنا في مدينة عفود، مرحبا بكم عند الأخ عمري عبد الواحد في السوق المركزي بمدينة عفود، واللي جا عندنا 100,000 مرحبا به، ومرحبا بالأخ عبد العظيم. مرحبا به، شكرا، ربي يخليك، بارك الله عليك. نمرو التليفون غنخليه في الديسكريبشن. أييه مرحبا بالجميع، واللي بغى يتواصل معاه يسولو على الأسماء ولا شي حاجة يهضر معاه ديريكت. أييه مرحبا، يلاه تحياتي بالسلامة السي عبد الواحد. وكاينين ماركات أخرين خلاص، كاين بوسكري، كاين تازاوا، كاين كاينين عدة أنواع في الخلط. واحد الماركة سميتها الخلط ولكن فيها عدة أنواع، اللي خصصوا شي حاجه 100,000 مرحبا ان شاء الله. مرحبا بالسي عبد العظيم، مرحبا بكم جميعا، تحياتي.